الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. أولاً هذا إيمان ركن دادي شتبا الله بعد إيمان راودي. كيف أؤمن بالله؟ سنجبا الله بعد إيمان راودي. تؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ده الله رب العالمين بتوحيد ربوبية ألوهية وأسماء حسنا بعد أسماء وصفات بعد إيمان راودي. وتؤمن بوجود الله. أم ده غرنج ده الله رب العالمين بشتوالي وجود بعد إيمان ولا ري. ما الأدلة على وجود الله؟ ده الله رب العالمين بشتوالي وجود بعد سدليل لي. أدلة كثيرة جدا. دير زياد دلائل دي بدي باندي. يمكن أن نجمع الأدلة في أربعة أدلة. كيدش ممكن طول دلائل لدي إمكان شجب سلور دلائله كرايو زيكو. الأول العقل. أول عقل. يستحيل أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. دانا ممكن خبر ده شو إنسان راشي وطول مخلوقاته كسوچوكي وغبي بلشات ثابتة ضروري خبر ده أو أهم ده شو كلا إنسان راشي وسوچوكي عقل تقاضى ده شو دي مخلوقاته دي دنيا يو خالق ده جغا الله رب العالمين. نعم. الثاني الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة فهو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. دوين فطرة ده هر يو نوى پيدا كدون كبنده أغاچ راشي أغا فطرة بانده الله رب العالمين فإذا كي أو دغى وجود بند دليل لي. الثالث الحس محسوس ملموس تكون في كرب وشدة ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها تجدها تنفري. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إذا بالغيث ينزل هذا دليل محسوس نراه. نعم. دغى رنج دريم كم ده غاد دليل حسي ده محسوس كي جي لك مثلا ده سختي بوقت كي مصيبة بوقت كي الله تعالى سجد كي يا الله ده تكليف رانا أخوا كي غدا أخوا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاءك ولا لاس بوجدك وباران بكيدو. الرابع الشرع وهذا كثير الأدلة من الكتاب والسنة والله أعلم. دريم كده يا غاد شريعة ده وده بان دير زياد دلائل الكتاب والسنة دي والله أعلم.